بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في هذا الفصل الرابع من دروس الدعم التي تقدمها لكم الجامعة الخاصة لفاس. إذن في الفصل الثالث تدرسنا مهارة بناء أو كتابة موضوع إنشائي حول نص نظري. الآن نحاول أن نطبق هذه المهارة المكتسبة على نص تحت عنوان يندرج ضمن نموذج سؤال التاس أو نص نظري يتدارس نموذج سؤال التاس، وهو لأحمد المجاطي المعداوي أو لأحمد المعداوي المجاطي. إذن هذا الكاتب اعتمد كتاب في رحاب اللغة العربية نصا مختطفا من مؤلف ظاهرة الشعر الحديث، وأنا فضلت أن أطبق على هذا النص حتى يكون هناك امتداد من النصوص إلى دراسة المؤلفات، ومن دراسة المؤلفات إلى مكون النصوص. إذن النص هو الآن بين أيديكم. إذن نقرأ بعض فقراته لكي ننطلق في دراسته. إذن يقول أحمد المجاطي: على الرغم من أن ثمة جملة من الأسباب السياسية والاجتماعية تضافرت على المضمون الشعري الجديد في اتجاه الداسية، فمن الممكن اعتبار هذا الاتجاه ردا على الحركة الإحيائية التي اتجهت اتجاها قويا نحو محاكاة الأقدمين، ولم تولي ذات الشاعر وهمومه الفردية أهمية كبرى. لقد بدأ الاتجاه إلى الذات يصبغ المضامين الشعرية الحديثة منذ ظهور جماعة الديوان، ولكنه لم يتبلور إلا من خلال جهود تيار الرابطة القلمية وتيار جماعة أبولو. ومنذ ذلك الحين بدأ جماعة من الشعراء يبشرون بقيم جديدة تتناغم مع شعار العودة إلى الذات. هؤلاء الشعراء هم عبد الرحمن الشكري وعباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني، وقد التقوا كلهم عند فكرة واحدة هي أن الشعر وجدان، هي أن الشعر وجدان. غير أن مفهوم الوجدان عندهم كان متباينا، فقد أراده العقاد مزاجا من الشعور والفكر، وفهمه الشكري على أنه تأمل في أعماق الذات تأملا يتجاوز في غاية الحدود لاستجابة للواقع، مستهدفا الوقوف بالشاعر أمام نفسه في أبعادها المختلفة من شعورية ولا شعورية. أما المازني فقد رأى فيه كل ما تفيض به النفس من شعور وعواطف وإحساسات، ولا ريب في أن هذا الاختلاف في مفهوم الوجدان قد أثمر اختلافا بينا في المضامين الشعرية لهؤلاء الشعراء. إذن نتجاوز فقرتين. أما شعراء المهجر خاصة جبران وميخائيل نعيمة فإنهم وسعوا مفهوم الوجدان حتى شمل الحياة والكون، وليس ذلك غريبا عنهم، فقد آمنوا بفكرة وحدة الوجود، وقالوا بوجود روابط خفية تشد الكائن الفرد إلى الكون جملة، وأن من شأن هذه الرابطة أن ترفع من مكانة الفرد حتى لا تصبح العودة إلى الذات عبارة عن تفتح على العالم بكلياته وجزئياته. بهذا المعنى يكون في وسع الشاعر أن يتعامل مع الحياة والكون عن طريق ذاته، بل إن هذه هي السبيل الوحيدة للتعامل معهما، لأن الحياة كما يراها جبران تنبثق من داخل الإنسان ولن تجيء مما يحيط به، وحين تنبثق الحياة من النفس فهي لا تفعل ذلك لتدوب في الكون الخارجي، ولكنها تنبثق من النفس لتعود إليها. على هذا النحو فهم شعراء المهجر الوجدان ف
فهو النفس وهو الحياة وهو الكون. أحمد المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث، مراجعة وتقديم نجيب العوفي، شركة توزيع، صفحة 13-19 وما بعدها. الآن الأسئلة. أكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه النص النظرية مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية والمنهجية مع التركيز على المطالب الآتية: تأطير النص داخل سياقه الأدبي والثقافي وطرح رأي افتراضي لقراءته، تحديد القضية الأدبية المطروحة في النص وعرض أهم العناصر المرتبطة بها، تحديد المفاهيم المركزية المؤطرة للنص والإطار المرجعي الذي ينتظم القضايا والمفاهيم النصية، إبراز طريقة عرض الإشكالية، إبراز طريقة عرض الإشكالية المطروحة في النص والأساليب الموظفة في معالجتها، تركيب نتائج تحليل ومناقشة موقف الكاتب من القضية التي يناقشها. إذا الآن أذكركم بأننا ينبغي أن نقوم في بإجراءات أولية: قراءة كل فقرة على حدة، تقسيم كل فقرة إلى مقاطع، تلوين كل مقطع بلون مميز، استخراج النواة أو محور كل مقطع، واستخراج الكلمات والعبارات المركزية المجسدة لهذا المحور، ثم إعادة صياغة مضمون المقطع بأسلوبك الخاص، يعني بأقل كلفة لغوية. بهذا تكتشف مجموع الأفكار يعني الموظفة أو المعبر عنها في النص. إذا الآن جئنا إلى مرحلة التحرير. في هذه المرحلة ينبغي أن نبني مقدمة، أو ينبغي أن نعتمد بناء منهجيا محكما نتدرج فيه من المقدمة إلى العرض فالخاتمة. إذن في المقدمة يمكن أن نعتمد المقدمة التي اعتمدناها في النص النظري، في النص النظري هي نفسها. يعني إذا أنت تمكنت من حفظ المقدمة الأولى فهي كافية، فهي كافية. طيب إذا الآن من الممكن إذا أن نقترح مقدمة أخرى على أو تطيرا آخر بمضمون مغاير، فقط لكي نتيح المجال للتلاميذ لكي ينوعوا أداءه. إذن في المقدمة يعني تطير النص يمكن أن يكون على الشكل الآتي: الرومانسيكية أو الرومانطيقية أو الرومانسية أو الإبداعية والاتباعية وما يرادفها من مصطلحات رائجة في العربية المعاصرة، هي في الحقيقة تيار شعري اتجه فيه رواده ومنظروه وجهات خاصة في لغة التعبير وطرائق الأداء وجمالية التشكيل، انسجاما مع التحول الاجتماعي والفكري الذي عرفته المجتمعات العربية في مطلع القرن العشرين. والفكرة الأساس التي انطلق منها مؤسس هذا التيار هي وجوب إيجاد أدب جديد لمجتمع جديد، وقد تجسد هذا الشعار في دعوتهم إلى المبادئ الآتية: الحر أولا، الحرية بمعنى التحرر من قيود الإحيائية والموضوعات التقليدية والتقنيات الأصولية السائدة، ثانيا إبراز اللون المحلي، ثالثا تغليب العاطفة والخيال على العقل، وهذا يعني الانسياق في الخط المناقض لمذهب الإحيائية التي تضع العقل والصنعة في المرتبة الأولى، اللجوء رابعا اللجوء إلى الطبيعة والاحتماء بأحضانها من قسوة المجتمع، خامسا أسلوب جديد لمضمون جديد. وكما دعا الرومانسيون إلى التحرر من القواعد المعيقة لانطلاق الفنان وإبداعه، كذلك دعوا إلى تجاوز محدودية المواضيع التي قصرتها الإحيائية على حياة الملوك وطبقة الأشراف وأطلقوها في كل اتجاه اجتماعي، كما دعوا إلى استخدام اللغة وأساليبها بحرية تامة لا تقف بوجهها محرمات ولا موانع أو قيود من أنواع أو أغراض أو أشكال أو تقنيات أو قواعد. إذا الآن إحنا أطلنا النص، دابا الآن نربط النص وصاحبه بهذا الطرح العام. وقد دخلت الرومانسية بهذه الخصائص العامة وغيرها
حيز الدراسات النقدية الحديثة بعد أن شغلت بال العديد من النقاد والدارسين والأكاديميين الذين فحصوا سماتها وأكبوا على دراسة بنياتها وخصائصها الفنية والجمالية. نذكر منهم أحمد النجاطي الذي أعد دراسة نقدية مفصلة عن هذا النموذج الشعري في إطار بحث جامعي نال به دبلوم الدراسات العليا. والنص قيد الدرس مقتطف من هذه الدراسة التي نشرت في كتاب راجعه وقدم له نجيب العوفي أو قدم له الأستاذ نجيب العوفي. إذا احنا ردنا النص وصاحبه بالطرح العام، كيمكن أنايا مثلا ندير صيغة واحدة أخرى. وقد أثار هذا النموذج الشعري اهتمام العديد من الدارسين والباحثين الأكاديميين، نذكر منهم مثلا أحمد النجاطي. ثم نطرح إشكالية سؤالين اثنين، فكيف يتصور هذا الكاتب وجدان الشاعر الرومانسي، وإلى أي حد استطاع أن يقدم تصورا واضحا عن هذه القضية. طيب إذن يمكن طرح أن الإشكالية بصيغة أخرى، فما القضية المطروحة في النص وكيف تدرج الكاتب في طرحها وما الأساليب التي وظفها في طرحه وإلى أي حد وفق في ذلك. إذن هذا إذا بغينا طرحه إشكالية بصيغة أخرى، وإن كنت أفضل أن تطرح الإشكالية في سؤالين اثنين فقط، سؤال يوجه تحليلنا للنص وسؤال يوجه مناقشنا وتقويمنا لهذا النص. إذا الآن ننتقل إلى مرحلة العرض. إذن مرحلة العرض تبدأ بالملاحظة، أي ملاحظة بعض المشيرات النصية، إذن كالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة مثلا. فنقول بتأمل الفقرة الأولى والأخيرة من النص يتضح أن لكل منهما معنى متصل بالاتجاه الذاتي في الشعر العربي الحديث. تشير الفقرة الأولى إلى سياق ظهور هذا الاتجاه، فيما تشير الفقرة الأخيرة إلى جهود سيار الرابطة القلمية في بلورة مفهوم الوجدان باعتباره مرادفا لمفهوم الشعر. فبمجرد قراءة هاتين الفقرتين نشعر بأن الأمر يتعلق بمقالة يعالج فيها الكاتب قضية الوجدان في الشعر الرومانسي الحديث، بيد أن هذا الانطباع العام يحتاج إلى تأكيد وتفصيل، وهذا ما تتيحه مضامين النص الآتية، أو هذا ما نوضحه في الآتي. وهذا نحدد المضمون العام ديال النص حالياش على النموذجات. يسهل الكاتب النص بتحديد السياق التاريخي الذي ظهر فيه الاتجاه الذاتي، وهو سياق الرد على الحركة الإحيائية التي اتجهت اتجاها قويا نحو محاكاة الأقدمين وتهميش ذات الشاعر وهمومه الفردية، مما حدا بأنصار هذا الاتجاه إلى التعبير عن ذواته والانضواء في سيارات وجماعات شعرية تبشر بقيم شديدة تتناغم مع شعار العودة إلى الذات. وأولى هذه الجماعات جماعة الديوان التي تضم في عضويتها عباس محمود العقاد. إذن فجماعة الديوان سميت بالديوان نسبة إلى كتاب أصدره العقاد والمازيني بهذا الاسم سنة 1921، وكان تضم التالوت، وكان تضم يعني تالوتا يتكون من العقاد عباس محمود العقاد والمازيني وشكري عبد الرحمن شكري وعبد القادر المازيني. إذن لهذا سميت هذه الجماعة بجماعة الديوان، يعني نسبة إلى كتاب قلنا الديوان الذي ألفه كل من عباس محمود العقاد وعبد القادر المازيني. إذن قلنا وأولى هذه الجماعات جماعة الديوان التي تضم في عضوية عباس محمود العقاد وعبد الرحمن الشكري وعبد القادر المازيني، فاجتمع هذا التالوت على فكرة واحدة مفادها أن الشعر وجدان، غير أن تصريف هذه الفكرة كان مختلفا فيما بينهم. فقد أراده العقاد مزيجا من الشعور والفكر، وفهمه شكري على أنه تأمل في أعماق الذات تأملا يتجاوز
في غايته حدود الاستجابة للواقع، أما المازني فقد رأى فيه كل ما تفيض به النفس من شعور وعواطف وإحساسات. ويرى الكاتب أن هذا الاختلاف في مفهوم الوجدان أثمر اختلافا في مضامين الشعر وملامحه ونكهته، فالعودة إلى الذات لدى هذه الجماعة لم تكن دعوة لإنتاج شعر متشابه في وسائله وغاياته بقدر ما هي دعوة للتفرد والاختلاف والتمايز. ودليله على ذلك رأي العقاد الذي يقيس شاعرية الشاعر بمدى تعبير شعره عن حياته. إن اختلاف أفراد هذه الجماعة في تصورهم المفهوم الوجدان لا يتعارض بزعم الكاتب مع إيمانهم المشترك بقيم العنصر الذاتي، فهم جميعا استمدوا أصول إيمانهم بالذات من شخصية الفرد المصري المنهار على ذاته في الفترة التاريخية التي كانت تفرض عليه إعادة الاعتبار إليها، ومن تشبع هذه الجماعة بالفكر الحر الذي أعادوا في ضوئه النظر إلى ذواتهم والتعبير عنها بوصفها قيما إنسانية وازنة، والتخلي عن محاكاة الأقدمين في سعيهم لتوكيد ذواتهم. إن هذا التباين في مفهوم الوجدان بين أفراد جماعة الديوان لم يسلم منه شعراء الرابطة القلمية كجبران وميخائيل نعيمة، فهؤلاء وسعوا بزعم الكاتب مفهوم الوجدان حتى شمل الحياة والكون لإيمانهم بفكرة وحدة الوجود واعتقادهم بوجود روابط خفية تشد الكائن الفرد إلى الكون جملة، حتى تصبح العودة إلى الذات في تصورهم تفتحا على العالم. فعلى هذا النحو أحب شعراء الرابطة أن يفهموا الوجدان، فهو بالنسبة إليهم النفس وهو الحياة وهو الكون. إذن هكذا نكون قد بلورنا كل أفكار النص في هذه الفقرة. الآن ننتقل إلى مرحلة التحليل، وينبغي أن نحسن التخلص والانتقال من مرحلة الفهم إلى مرحلة التحليل. مثلا نعتمد الصيغة الآتية، هكذا تدرج الكاتب في طرحه لقضية الوجدان في شعر جماعة الديوان والرابطة القلمية، مستعينا في ذلك بمعجم نقدي يتوزع بين الحقلين الدلاليين الآتيين. إذا عندنا حقل الحركة الإحيائية ثم حقل الاتجاه الذاتي. إن حقل الحركة الإحيائية تجسده بعض العبارات من قبيل الحركة الإحيائية، محاكاة الأقدمين، لم تولد ذات الشاعر أهمية كبرى، محاكاة النماذج السابقة. ثم حقل الاتجاه الذاتي أو الوجداني تجسده العبارات الآتية: المضمون الشعري الجديد، اتجاه الذاتية، الاتجاه إلى الذات. وهذا الحقل يحضر داخل النص أو يهيمن على النص هيمنة واسعة. فبمعاينة هذين الحقلين الدلاليين يتبين وفرة المفاهيم التي استمدها الكاتب من حقول معرفية مختلفة، أبرزها الحقول الآتية. إذن فالكاتب استمد حقوله الدلالية من حقل المعرفة النقدية والأدبية، وتواصل فيه بعض المصطلحات والمفاهيم من قبيل الحركة الإحيائية، محاكاة النماذج السابقة، المضمون الشعري الجديد، اتجاه الذاتية، جماعة الديوان، الرابطة القلمية، جماعة أبولو، مفهوم الوجدان، شعراء المجر. ثم حقل المعرفة النفسية، ونلمس في استخدام الكاتب بعض المصطلحات الموظفة في علم النفس مثل الشعور، النفس، شعور وعواطف وإحساسات، الوجدان، شعورية ولا شعورية. ثم حقل المعرفة الاجتماعية والتاريخية من قبيل قيم جديدة، فترة تاريخية، الفكر الحر، العقل العربي، تاريخ الأمة العربية. إذن ثم حقل المعرفة الفلسفية مثل الحياة، الكون، وحدة الوجود. إذن هنا نعلق على هذه الحقول. إن تداخل هذه الحقول المعرفية في النص يدل على غناه الفكري بالنظر إلى الكم الهائل من وفرة المصطلحات والمفاهيم التي حشد الكاتب في تناوله لمفهوم الوجدان. وإذا يتسع المجال لاستقصائها جميعا فيكفينا أن نقف عند أبرز هذه
المفاهيم. مثلا إذا أخذنا مفهوم الداس، إذن فهذا المفهوم ماذا يعني؟ يعني حقيقة الشاعر وهويته الشخصية ومقومات وجوده الواقعي أو الموضوعي بصفته إنسان كائنا شعريا متميزا أو موهوبا، أو بوصفه كائنا اجتماعيا تنهض فيه إمكانية سفر. ثم مفهوم الوجدان. الوجدان هو النفس وهو قواها الباطنية، من حيث هي وسيلة للإدراك ترادف الحواس. وعليه فالوجدانيات هي ما يدرك بالإحساس الباطني كالانفعالات والعواطف وأحاسيس اللذة والألم. والوجداني هو ما له صلة بهذه الظواهر. وفي الشعر تطلق صفة الوجدانية على العمل الشعري الذي يصور انفعالات النفس وعواطفها وحسيسها الداخلية، أي ما يعبر عن العالم الداخلي للشاعر. ولهذا فالشعر الوجداني هو ما يعبر به الشاعر عن لواعجه وعواطفه وتجربته الشعورية. مصطلح أو مفهوم الحركة الإحيائية هو أولى الحركات الشعرية التي برزت مع إطلالة عصر النهضة، والتي أحيت أصول الصناعة الشعرية القديمة. ثم جماعة الديوان، وذكرنا قبل قليل أن هذه الجماعة سميت بالديوان نسبة إلى كتاب أصدره العقاد والمازني بهذا الاسم سنة 1921، وكان تضم الثالوث العقاد والمازني والشكري. ثم الرابطة أخذ مفهوم الرابطة القلمية، فنشأت بأمريكا الشمالية بنيويورك، ورئيسها هو جبران خليل جبران، ومستشارها ميخائيل نعيمة، وأمينها ويليام كرتس حفليس، وأعضاؤها هم إلي أبو ماضي، نسيب عريضة، عبد المسيح حداد وغيره. وكانت أكثر اطلاعا على الثقافة الغربية، وأكثر انجذابا للتجديد والتصور على الإشكال والمضامين الموروثة. جماعة أبولو، إذا الآن نقف عند مفهوم جماعة أبولو. إذا سميت بأبولو نسبة إلى إله الشعر، نسبة إلى إله الشعر عند الإغريق. وبما أنه هذا الإله لا يفرق في ربوبيته بين مذهب وآخر، كانت الحركة تعمل على وحدة الأدباء رغم تباين اتجاهاتهم. فكان رائدها أحمد زكي أبو شادي الذي أنشأها سنة، فكان رائدها أحمد زكي أبو شادي الذي أنشأها سنة 1932. ثم أعطيت رئاستها لأحمد شوقي الذي توفي فتولى مطران رئاستها. ومن أعلام هذه الحركة إبراهيم ناجي وعلي محمود طه ومحمد عبد الغني حسن ومحمود حسن إسماعيل. إذا الآن بهذا نكون قد استعرضنا بعض المفاهيم المركزية أو بعض المصطلحات والمفاهيم المركزية في النص. فالمتأمل نعلق على هذه المصطلحات والمفاهيم. فالمتأمل في هذه المصطلحات والمفاهيم يلاحظ أنها تتآزر وتتكامل فيما بينها في طرح القضية النقدية التي يروم الكاتب معالجتها، على الرغم من اختلاف أطرها المرجعية التي تنصدم فيها ما بين إطار مرجعي اجتماعي وتاريخي. بحال نحطو كنحدو الإطار المرجعي تنصدم في هذه القضايا وهذه المفاهيم. إذا قلنا على الرغم من اختلاف أطرها المرجعية التي تنصدم فيها ما بين إطار مرجعي اجتماعي وتاريخي وإطار مرجعي نفسي وآخر فلسفي، ففي الإطار الأولي استعرض الكاتب المصدرين اللذين استمد منهما شعراء جماعة الديوان قيمة العنصر الذاتي في أشعارهم، وهما طبيعة الفترة التاريخية التي كان تتطلب من الفرد المصري إعادة الاعتبار إلى ذاته وتشبع بالفكر الحر الذي بستظله على العقل العربي في تلك الفترة من تاريخ الأمة. وفي الإطار الثاني أورد الكاتب مفهوم الوجدان لدى جماعة الديوان بالمعنى النفسي المتداول في التحليل النفسي للأدب، وهو ما يظهر بوضوح في قول الكاتب بما نصه، مستهدفا الوقوف بالشاعر أمام نفسه في أبعادها المختلفة من شعورية ولا شعورية. أما الإطار الفلسفي الحاضر في النص فنلمسه في إرادة الكاتب المفاهيم المجسدة لتصور شعراء المهجر لمفهوم الوجدان وبلورته الخلفية الفلسفية التي انطلقوا منها في تفسيرهم لماهيته،
مركزا على الروابط الخلفية بينه وبين الحياة والكون في إطار ما يسميه متصوفته بوحدة الوجود. إذن الآن ننتقل إلى دراسة الطريقة التي والأساليب الحجاجية التي اعتمدها الكاتب في هذا النص. إذن هنا نربط بين حديثنا عن المصطلحات والمفاهيم المركزية والقضايا النقدية والإطار المرجعي الذي تنصدم فيه هذه المصطلحات والمفاهيم. إذن ينبغي أن نحسن الربط بين هذا المحور وبين المطلب الموالي يعني المتعلق بالطريقة التي اعتمدها أو بطريقة عرض الإشكالية تروح في النص والأساليب الموظفة في معالجتها. إذن نرجع السطر قنكس. ولئن توسل الكاتب بهذه الأطر المعرفية في بسط قضية الوجدان في شعر جماعة الديوان وجماعة المنجر فإنه اتخذ الأسلوب الاستنباطي إطارا لتنظيمها. إذ انطلق من عرض السياق التاريخي الذي تجدد فيه المضمون الشعري لدى شعراء الاتجاه الذات ثم استعرض مراحل التجديد ومستواه ورواده ومضمونه ليركب في الختام الفهم الخاص لشعراء المهجر لمفهوم الوجدان. إذا لاحظوا معي نحن بينا الطريقة الاستنباطية التي اعتمدها الكاتب قلنا في بناء أفكاره. إذا فقلنا الطريقة الاستنباطية الاستقرائية هي طريقة لتنظيم أي هو الأسلوب الذي يتخذه الكاتب إطارا لتنظيم الأفكار. فلنتصورنا مثلا بنية تعطلت على ضرب وسولتها ماماها فين تعطلت. إذن فهي قد تخرج في الهضرة إذا ما ارتبتش الأفكار ديالها والحجج ديالها لن تقتنع الأم بكلامها. إذن فتنظيم الخطاب هو جزء من عملية الإقناع. إذن الآن سننتقل إلى الأساليب الموظفة في النص، ولكن ينبغي أن نربط هذه الأساليب بالأسلوب الاستنباط الذي تحدثنا عنه قبل قليل. إذن فنقول وإذا كان الأسلوب الاستنباطي وإذا كان للأسلوب الاستنباطي دور في تحديد المسار الحجاجي داخل النص فإن دراسة هذا المسار لن تكتمل إلا باستحضار أساليب الحجاج الموظفة فيه. ومن الأساليب الآتية، إذا عندنا أول أسلوب حجاجي وضفه الكاتب في النص هو الشرح والتوضيح والتفسير. فالكاتب استخدم في تفسير المفهوم الوجدان عدة أساليب نذكر منها ما هي. أولا التعريف، ومن أمثلته في النص قول الكاتب على هذا النحو فهم شعراء المهجر الوجدان فهو النفس وهو الحياة وهو الكون. ثم نجد السرد ونلمسه في قول الكاتب في سرد الكاتب في الفقرة الرابعة بعض الحقائق التاريخية التي فسر في ضوئها اهتمام جماعة الديوان بذواته. ثم الوصف ونجد في قول الكاتب ومنذ ذلك الحين بدأ جماعة من الشعراء يبشرون بقيم جديدة تتناغم مع شعار العودة إلى الذات. ثم الشرح التعليلي، معنى الشرح التعليلي أي الشرح ببيان السبب إذن هذا النوع من مثلا لماذا غاب ساعي البريد أو لماذا لم يحضر ساعي البريد، لماذا؟ لأن الكلب عضه. إذا شرحنا هنا فنحن يعني شرحنا بواسطة التعليل. إذن فالشرح التعليلي نعين في قول نجد في قول الكاتب أو نعين في قول الكاتب لأن الحياة كما يراها جبران تنبثق من داخل الإنسان. ثم هناك أسلوب حجاجي آخر ذو طبيعة منطقية وما سموه المناطق بضرب النفي بالإثبات، ضرب النفي بالإثبات. إذن فهذا الأسلوب الحجاجي نصادف في قول الكاتب فالعودة إلى الذات ليست دعوة لإنتاج شعر متشابه في وسائله وغاياته. إذا فاستعمل الكاتب هنا ماذا؟ التعريف بالخصائص السلبية. ثم ضرب هذا التعريف
بالنفي بصيغة بالإثبات عندما قال بقدر ما هي دعوة للتفرد والاختلاف والتمايز. ثم هناك أسلوب حجاجي آخر وهو البناء بطريق الإجمال والتفصيل أو اللف والنشر، وهذا الأسلوب نلمسه في إتيان الكاتب بمتعدد مجملا. مثلا الكاتب عندما يقول قد هذه والحق أن إيمان شعراء هذه الجماعة بقيمة العنصر الذاتي قد استمد أصوله من أمرين اثنين، فقد جاء بالمعنى على سبيل الإجمال ثم قام بتفصيل هذا المعنى المجمل من خلال يعني حديث يعني الأمر الأول والثاني. إذا قلنا هذا أسلوب حجاجي يسمى بالبناء بطريق الإجمال والتفصيل أو اللف والنشر. معنى اللف والنشر، مثلا مشيتي أمسي بغيتي تشري شي تكشيطة مثلا من المدينة، هو كي كيعطيك الثوب كيعطيك ملفوف ياك، فتقومين بنشره لمعرفة مدى مستوى جودته. إذا كذلك بالنسبة للكاتب فقد يلف الفكرة في المرحلة الأولى ثم يقوم بنشرها في المرحلة الثانية. سأخذ قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إذا فهذه الآية الكريمة تضمن معلومة غامضة تحتاج إلى فيجاز على سبيل الإجمال ثم تأتي تؤمنون بالله ورسوله إلى آخر. إذا فلاحظوا معي فهذا الأسلوب كنا يسمى البناء بطريق الإجمال والتفصيل أو اللف والنشر، ونلمسه في إتيان الكاتب بمتعدد مجمل ثم إتيانه بأجزاء هذا المتعدد، وذلك في قوله والحق أن إيمان شعراء هذه الجماعة بقيمة العنصر الذاتي قد استمد أصوله من أمرين اثنين، أحدهما أن شخصية الفرد إلى آخره وأن طبيعة الفترة، والآخر تشبع بالفكر الحر. ثم التفصيل، تفصيله أسلوب حجاجي. ومعنى التفصيل معنى أننا نجد الكاتب يقرر فكرة محورية ثم يوفر لها ما يكفي من الأفكار الفرعية التي تعضدها وتعمق الوعي بها، وهو ما نلمسه في الفقرة الأخيرة من النص إن قدم تعريفا لمفهوم الوجدان لدى شعراء المهجر ثم استغرق في تفصيل تصورهم لهذا المفهوم والخلفية الكامنة وراءه. إذا الآن هذا بالنسبة لبعض الأساليب التفصيل التي وظفها الكاتب. إذا فهناك أساليب حجاجية ذات طبيعة قلنا منطقية، إذا يمكن أن نربط بين هذه الأساليب على النحو الآتي: إن هذه الأساليب الحجاجية ليست سوى جزء من مخطط حجاجي لا تكتمل ملامحه إلا بإيراد ما تبقى من عناصره، ومنها عناصر الإقناع سواء ما تعلق منها بالوسائل المنطقية التي وظفها الكاتب لهذه الغاية أو ما تعلق منها بالوسائل اللغوية. فمن الوسائل الأولى نريد بعض الحجج التي ساقها الكاتب لدعم طرحه وهي كالآتي: أولا ينبغي أن نعرف أن الحجة هي قول يعزز قولا آخر يسمى نتيجة، فالحجة ليست هي الدليل. فالحجة قلنا تقوم على مقدمات ظنية أو اشتباهية أو احتمالية، بينما الدليل يقوم على مقدمات يقينية. إذا الكاتب استشهد ببعض الحقائق التاريخية المسلم بها في التاريخ الأدبي، وما يسمى أيضا بالحجة السلطة لغيمون دوتوريتي. إذا قلنا الاستشهاد ببعض الحقائق التاريخية المسلم بها في التاريخ الأدبي لاتجاهات الشعر الوجداني الحديث، وذلك في قول الكاتب لقد بدأ الاتجاه إلى الداسي يصبغ المضامين الشعرية الحديثة منذ ظهور جماعة الديوان، ولكنه لم يتبلور إلا من خلال جهود سيار الرابطة القلمية وسيار جماعة أبولو. ثم الاستشهاد بالنقد الضمني الذي وجهه الاتجاه الداسي إلى الحركة الإحيائية. ثم أيضا الاستشهاد بالحجة القائمة على المقارنة الجزئية بين تصور العقاب وشكري والمازن لمفهوم الوجدان، والمقارنة الشاملة بين فهم هذا الثالوث وشعراء المهجر للمفهوم ذاته. ثم هناك الاستشهاد بالحجة القائمة
على المنطق السببي، على المنطق قائم على المنطق السببي، ونتمثل في قول الكاسب، ولا ريب في أن هذا الاختلاف في مفهوم الوجدان قد أثمر اختلافا بينا في المضامين الشعرية لهؤلاء الشعراء، ونتمثله أيضا في قوله: فما دام لكل شاعر وجدانه الخاص والمختلف عن أي وجدان آخر، فإن شعره أيضا سيكون مختلفا في ملامحه ونكهته عن شاعر آخر. ثم هناك الاستشهاد أو استشهاد الكاتب ببعض قناعاته الخاصة، فهذه القناعات الخاصة تلقى إلى مستوى الحجة لكونها صادرة عن باحث متمرس في دراسة الشعر الرومانسي. ثم الاستشهاد برأي العقاد لتأكيد حرص الشاعر الذاتي على التفرد والاختلاف والتمايز في صناعته الشعرية. أيضا الاستشهاد بواقع الشخصية المصرية المنهارة انهيارا تاما. ثم الاستشهاد بالفترة التاريخية التي تطلبت من الفرد المصري إعادة الاعتبار إلى ذاته، وتشبع فيها شعراء جماعة الديوان بالفكر الحر. ثم الاستشهاد بتصور شعراء المهجر لمفهوم الوجدان. إذن هذا بالنسبة للجانب المنطقي للحجاج في النص. الآن ننتقل إلى الجانب اللغوي للحجاج في النص. إذن فقلنا الحجاج ثلاثة جوانب: جانب تنظيمي، وفيه نركز على الأسلوب الاستنباطي أو الاستقرائي، ثم الجانب المنطقي، وفيه نركز على الأساليب الحجاجية الموظفة في النص للطبيعة المنطقية، ثم الجانب اللغوي وهو الذي سنحدثكم عنه الآن. إذن قلنا على مستوى الوسائل اللغوية التي وظفها الكاتب لتحقيق الإقناع فهي متعددة، منها التوكيد. إذا لاحظوا معي الكاتب عندما يستعمل التوكيد، إذا لماذا التوكيد؟ فهو يفترض أن القارئ يتخذ وضعية المتردد أو الشاك في مصداقية المعلومة التي يسوقها إليه. وعندما يستعمل الكاتب التوكيد فلكي يحفز القارئ على الوثوق أكثر من صدق خطابه الصادر عن يقينه المعرفي. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني وهو إزالة الشك والتردد المحتمل لدى القارئ واختراق ذهنه بدون هذين الحاجزين. إذن هذه الوظيفة الحجاجية لأدوات التوكيد في النص. إذن فالكاتب عندما يستخدم مؤكدات الحكم أو عندما يستخدم صيغة تأكيدية فهو يستعملها لتحفيز القارئ على الوثوق أكثر من صدق خطابه الصادر عن يقينه المعرفي. أيضا وظف الكاتب النفي، والنفي نوعان، فهناك ما يسمى بالنيغاسيون بوليميك إلى نيغاسيون ديسكريبتيف. إذن بمعنى النفي الوصفي لنيغاسيون ديسكريبتيف، والنفي السجالي أو لنيغاسيون بوليميك، فالكاتب يستعمل هذا النفي باعتباره عنصرا حجاجيا، ونجد في قول الكاتب: ولن تجيء مما تحيط به. أيضا يستعمل الكاتب التكرار اللفظي. إذن فالتكرار اللفظي يرفع من الطاقة الإقناعية لهذه المفردات المتكررة. إذن مثلا نجد الكاتب يقول: فهو النفس وهو الحياة وهو الكون. إذا الآن ولئن شكلت هذه الوسائل المنطقية واللغوية إحدى دعامات عملية الإقناع في النص، فإن الكيفية التي بنى بها الكاتب خطابه اللغوي عززت هذه العملية لاتخاذ الإجراءات الخطابية الآتية. إذا لاحظوا معي الكاتب وظف التنسيق والمنطق في عرض الأفكار وتسلسلها وترابطها في مجرى فكري هادئ، ثم وظف لغة تقريرية مباشرة لأن جل الكلمات الموظفة في النص استعملت بمعانيها الحقيقية. ثم أيضا نجد ملمح آخر: سلاسة العبارة وسهولة الألفاظ ورشاقة التعبير وتنكب السجع المتكلف والتنميق الزخرفي على كثير من رصانة المعنى ودقة المبنى، ثم توظيف الجمل الخبرية الموجهة إلى الإقناع والإخبار، ثم التمادي في التطويل والتفصيل والإطناب بواسطة العطف والترادف كما في قول الكاتب: فقد رأى فيه كل ما تفيض به النفس من شعور وعواطف وإحساسات.
ثم استخدام الروابط الحجاجية وما يسمى بالكونيكتور أرغيمونتاتيف من قبيل لكن، لكن استعمل الكاسب رابطا حجاجيا في أول عملية حجاجية في الفقرة الثانية، وذلك في قوله قد بدأ الاتجاه إلى الداسي يصبغ المضامين الشعرية الحديثة منذ جماعة الديوان، ولكنه لم يتبلور إلا من خلال جهود سيار الرابطة القلمية. الآن ننتهي إلى الخلاصة التي أو القراءة التركيبية أو إلى تركيب خلاصة نستجمع فيها نتائج التحليل ومناقشة موقف الكاتب من القضية التي يناقشها. إذا مثلا نرجع السطر يقول: وبعد، فاستنادا إلى ما تقدم لنا أن نقول إذن إن الكاتب قد اجتهد في قد اجتهد كثيرا وقد أصاب بقدر اجتهاده في تقدير تصور نظري واضح ومفصل عن الشعر الوجداني في الشعر الحديث، حيث تدرج في طرح تصوره من تأصيل هذا الاتجاه الشعري بسياراته المختلفة إلى إبراز مفهوم الوجدان لدى جماعة الديوان وسيار الرابطة القلمية، مستعينا في ذلك بمعجم استمده من حقول معرفية متعددة تشد انتباه القارئ إليها بتنوع المصطلحات والمفاهيم التي وظفها الكاتب لإغناء القضية التي عالجها، معتمدا في ذلك أسلوب الاستنباطية إطارا لهذه المعالجة، وهو ما دفع به إلى توظيف عدد من الأساليب الحجاجية كالتفسير بواسطة التعريف والسرد والوصف والشرح التعليلي، فضلا عن استخدامه لوسائل المنطقية واللغوية لدعم تصوره، معززا هذه الوسائل ببعض الإجراءات الخطابية أو الخطابية كالتنسيق والمنطق في عرض الأفكار واختيار الجمل الخبرية وتوظيف اللغة التقريرية، بالإضافة إلى الحرص على اتساق النص بآليات الربط اللفظي والمعنوي. إذن بهذا ننهي ماذا؟ يعني دراستنا أو تطبيقنا لمهارة كتابة موضوع إنشائي حول نص نظري، ولاحظتم أننا تجاوزنا مظاهر اتساق النص وانسجامه، لأن هذا الدرس مقرر في الدورة الثانية، وهذا الدرس مستبعد من الامتحان. إذا الآن نختم هذا الفصل بالإشارة إلى المحاور التي يجب التركيز عليها في دراسة مؤلف ظاهرة الشعر الحديث. إذا ينبغي أولا استعراض السياق التاريخي والثقافي والأدبي الذي أنتج أو الذي أنتج فيه المؤلف. إذا قلت ينبغي أولا استعراض السياق التاريخي والثقافي والأدبي الذي أنتج فيه مؤلف ظاهرة الشعر الحديث، والإشارة إلى موقعه ضمن الدراسات التي تمت بظاهرة الشعر الحديث. مثلا يمكن نركز على نستعمل هذه الصيغة: يأتي مؤلف ظاهرة الشعر الحديث للناقد والشاعر المغربي أحمد النجاطي المعداوي في مقدمة الكتب النقدية الحديثة التي تناولت بالدراسة والتحليل الشعر الحديث، إذ ترك هذا الكتاب صدى واسعا في الساحة النقدية المعاصرة، فهو في الأصل رسالة جامعية نال بها المؤلف دبلوم الدراسات العليا، وقد ركز هذا الباحث في مؤلفه على الملابسات الاجتماعية والتاريخية التي أسهمت في تطوير الشعر الحديث. والمقطع الذي بين أيدينا، إذن السؤال سينصب حول يعني تحديد السياق الذي ورد فيه المقطع أو القولة مقتطفة من المؤلف. إذن ينبغي تحديد السياق الذي وردت فيه هذه القولة المقتطفة من النص.
إذن أول ما ينبغي القيام به هو أولا استعراض كون السياق التاريخي والثقافي، ثم ربط القولة بسياقها. إذن أنت على مستوى تهيئك للامتحان الوطني ينبغي أن تهتم بتلخيص مضمون المؤلف. إذن لا بد أولا من قراءة المؤلف من ألف إلى يائه وتلخيص مضمون هذا المؤلف، ومع تركيز على القضايا والمفاهيم المركزية داخل المؤلف. وهنا أذكركم بأنه ينبغي الاهتمام أو التركيز على قضية التجربة الذاتية، أيضا قضية الاختراع، قضية اللغة في الشعر الوجداني، قضية مضامين الشعر الحديث، ثم قضية أخرى الشعر الحديث باعتباره رؤية، ورؤية هنا بالألف وليست بالتاء، يعني لا نتحدث هنا عن رؤية بمعنى فيزيون، وإنما نتحدث عن الرؤية بمعنى أن نوع من الإدراك. ثم الشعر الحديث قضية أخرى، وهي قضية الشعر الحديث والغموض، ثم قضية أخرى الشعر الحديث والثورة والجماهير، ثم قضية أخرى مقومات التطوير الفني في القصيدة الحديثة. إذن هذه هي مجموع القضايا التي ينبغي استيعابها قبل إنجاز الامتحان. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بالقضايا. الآن نتحدث عن المفاهيم النقدية الموظفة في مؤلف ظاهرة الشعر الحديث. إذن من المفاهيم التي تستحق أن نتوقف عندها وهي مفهوم الشكل الجديد. مفهوم الشكل الجديد، عندما تحدث الكاتب عن الشكل الجديد للقصيدة الرومانسية فركز على المفاهيم الآتية، ركز على لغة القصيدة وعلى صور القصيدة، ثم مفهوم آخر هو بناء القصيدة، ثم مفهوم آخر هو موسيقى القصيدة. إذن ثم نجد مفهوما آخر وهو مفهوم الغربة والاغتراب، مفهوم الغربة والاغتراب، ثم مفهوم المنهج الأسطوري، ثم مفهوم الشعور الجمعي، ثم مفهوم لغة الشعر، ثم مفهوم الرؤية. إذن هذه هي مجموع المفاهيم التي ينبغي الاهتمام بدراستها. بعد ذلك ينبغي أن نهتم بالمنهج النقدي المعتمد في الكتاب، الاهتمام بالمنهج النقدي المعتمد في الكتاب. إذن بالتركيز على المرجع التاريخي الاجتماعي وتجلياته في المؤلف، ثم تركيز على المرجع النفسي والفلسفي وتجلياته في المؤلف، ثم المرجع الفني والجمالي وأيضا تجلياته في المؤلف، مع التركيز على كيفية تعامل المؤلف أي تعامل أحمد المجاطي مع القصيدة الحديثة، وذلك وفق المراحل الآتية. إذن فالمشاطي تعامل مع القصيدة الحديثة وفق المراحل الآتية: أول كان يقوم بتحديد البنية، ثم يقوم بعزل البنية، ثم يقوم بتحليل البنية، ثم يقوم بعملية التركيب. أيضا ينبغي الاهتمام بمستوى الإجراء النقدي الذي اعتمده الكاتب في هذا المؤلف، الذي اعتمد الوصف والتفسير والتقويم، كما ينبغي الاهتمام بمستوى البناء ووسائل الإقناع بما فيها الترتيب والتدرج والاستشهاد والترابط وتوظيف لغة مجازية، كما كان يهتم بإبطال الحجج عندما كان ينتقد نقادا آخرين وتثبيت قوة حركة الشعر الحديث. إذن بهذا ننهي هذه الباقة من دروس الدعم التي تقدمها لكم الجامعة الخاصة لفاس. إذن سنرسل إليكم وثيقة إذن تحدد نظام تقويم درس المؤلفات حسب الوثائق الرسمية.
إذن فالامتحان في مكون دراسة المؤلفات سينصب حول وسينصب على مدى إدراكك عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة لدلالات المؤلف من خلال مضمونه انطلاقا من مقطع أو فقرة من المؤلف أو انطلاقا من قضية أو قولة نقدية. إذن الامتحان ملي يخرج على هي في الغالب كيعطيوكم مقطع أو فقرة من المؤلف، وهذا الشيء اللي كنتصادروا، يعني نتصادروا أن السؤال المتعلق بمكون دراسة المؤلفات سيعمل الامتحان الوطني على استطلاع مقطع من مؤلف ظاهر الشعر الحديث أو فقرة منه، ثم يطرح السؤال في هذا المكون انطلاقا من هذا المقطع أو من هذه الفقرة. إذن هنا أيضا سينصب تقويم على قياس قراءتك للمؤلف واستيعاب مضمونه وتمثل قضاياه، ثم قياس قدرتك على معالجة قضية من قضايا المؤلف وهي القضايا اللي طرحناها قبل قليل، أو تحليل بعض مكوناته، أو توظيف منظور من منظورات القراءة. إذن احنا النص النقدي كندرسوه انطلاقا من أربعة منظورات. إذن المنظورات الأربعة هي طرح القضية المركزية والعناصر البانية لها، ثم المصطلحات والمفاهيم المركزية والإطار المرجعي الذي تنصدم فيه القضايا الفرعية والمفاهيم المركزية، ثم طريقة المعتمدة في عرض القضية والأساليب الحجاجية، ثم إصدار ثم يعني خاتمة تقوم فيها ماذا يعني هذا المؤلف. إذا الآن عندنا قلنا في هذه المرحلة من أو في هذا المكون مكون دراسة المؤلفات، فبالنسبة لهذا التقويم فهو قلنا ينصب إما على قياس مدى استيعابك لمضمون النص لمضمون المؤلف وتمثل قضاياه، أو معالجة قضية من قضايا المؤلف، أو تحليل بعض مكوناته، أو توظيف منظور من منظورات القراءة، ثم قياس مدى تمكنك من إجراءات كتابة موضوع إنشائي مصاغ في وفق بناء منهجي محكم تدرج فيه من المقدمة إلى العرض في الخاتمة. الآن سأوضح لكم سلم التنقيط بالنسبة للامتحان الوطني. إذا بالنسبة لمكون النصوص فعلى مستوى سلم التنقيط يعني عليها 14 نقطة، إذن يخلو 14 نقطة بنسبة 70%، ثم درس المؤلفات 6 نقط بنسبة 30%. إذا أخذنا مكون النصوص فأنشطة الملاحظة والفهم يعني كتنال عليها 4 ديال النقاط بنسبة 20%، ثم التحليل والتركيب يعني عدد النقط الخاصة بهذا يعني المهارة 8 نقاط بنسبة 40%، ثم التقويم خصصت له نقطتان بنسبة 10%. ثم الآن بالنسبة لدراسة المؤلفات فمهارة الفهم خصصت لها نقطة واحدة بنسبة 5%، تحليل القولة خصصت لها 4 نقط بنسبة 20%، ثم التركيب والتقويم نقطة واحدة بنسبة 5%. إذن فعشرين وأربعين ستين وعشرة سبعين وعشرين ثمانية وخمسة زائد خمسة هي 100%. إذن هذا هو يعني نظام التنقيط أو سلم التنقيط للامتحان الوطني في اللغة العربية. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، أشكركم على حسن تتبعكم، أرجو أن تستأنسوا بهذه المهارات وأن تعملوا على تطبيقها، فهذه جامعة الخاصة بفاس
تؤازركم وترجو لكم النجاح والتوفيق مزيدا من التألق والعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله.